دي نيفين منظور طبعا فاكرينها، دي الصورة القديمة، وهنشوف بقى صورها الجديدة اللي هفاجئكم وتقولوا لنا ايه الفرق. نيفين منظور ممثلة مصرية مولودة 16 يونيو 1980، وتخرجت من كلية الإعلام في الجامعة الأمريكية، ومنذ طفولتها وهي تشارك في المسرحيات المدرسية وتعمل بها. ودي بقى صور من حوالي سنة تقريبا، بعد حوالي 16 سنة من الفيلم اللي شهرها اللي بالي بالك مع محمد سعد. كل الصور دي من حوالي سنة. ايه رأيكو، اتغيرت ولا شكلها زي ما هو؟ شاركونا في التعليقات. ايضا الصور ديت، وكانت ايضا كمان كتبت تعليق كده: صباح الفل على احلى ناس، بجد شكرا جدا جدا على الكلام الحلو ده، فعلا حسيت ان ينفع الواحد يبقى مبسوط يوم عيد ميلاده اللي للأسف في وقت ربنا وحده اللي قادر يعدينا من مرحلة الخطر ان شاء الله. واتمنى لكم يوم جميل وايام قادمة احلى بإذن الله. وهنشوف بقى صور قديمة على حديثة ليها، و بعديها نشوف أسرار عن محمد سعد ومين ابنه اللي بيتنبؤوله بأنه هو هيبقى فنان كبير زي أبوه، وكانت مين معاه في الصورة اللي هي على غلاف الفيديو. دي لقطات من حياة نيفين منظور، دي لقطة حديثة شوية. ايه رأيكو، تغيرت كتير ولا زي ما هي؟ كان فيلم اللي بالي بالك مع محمد سعد هو سبب شهرتها، كان في 2003، يعني من حوالي 17 سنة. أيام بتجري. دي صورة حديثة شوية، ودي من أحد أعمالها. نخش بقى على موضوع محمد سعد. الفنانة البحرينية شيماء ست حرصت على أن تنشر مجموعة من الصور الخاصة بلقائها مع الفنان المصري محمد سعد الشهير باللمبي، ومع انتشار الصور ظن الكثيرون أنها زوجة الفنان محمد سعد، ولكن الحقيقة أنه كان لقاء فقط. دي الصور، وقالوا إن هي زوجته، ولكن دي إشاعة، والحقيقة إن هي كانت في لقاء معه فقط. قبل 14 عاما فرض الفنان محمد سعد نفسه كواحد من أهم نجوم شباك الإيرادات في السينما المصرية بعدما قدم فيلم الليمبي، والذي استطاع أن يحقق إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه. كلنا عارفينه طبعا، فنان كبير وتقمص شخصيات كتيرة، إلا أنه في موسم عيد الأضحى 2016 طرح فيلمه تحت الترابيزة ليتنافس مع 5 أفلام أخرى، ولكنه احتل المركز الأخير بين الأفلام المتنافسة، حيث فشل الفيلم في تحقيق أرقام في شباك التذاكر، كما تعرضت حفلاته للإلغاء في بعض الأحيان بسبب عزوف الجمهور. محمد سعد مولود 14 ديسمبر 1968، ممثل مصري اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية. كانت بدايته في دور صغير بمسلسل ما زال النيل يجري. كانت انطلاقاته مع فيلم الطريق لإيلات عام 1993، لكنه لعب دور البطولة لأول مرة عام 2002 مع فيلم الليمبي. تمتاز شخصيات أفلامه بالغرابة في النطق وانتمائها للطبقات الشعبية، بينما كانت تحصد أفلامه أعلى الإيرادات في شباك التذاكر المصري. وفي لقاء مع الفنان محمد سعد دار الحوار التالي عن أسرته:
ماذا عن الأسرة في حياتك؟ أسرتي هي أهم ما في حياتي. أنا لدي 3 أبناء، هم نور وكريم وياسين، وأساس البيت كله زوجتي، وهي التي تتحمل الفنان المجنون الذي بداخلي. أنا شخص دائم التفكير ومتقلب، وذلك نظرا إلى طبيعة عملي، وهي تفكر وتسعد وتحزن معي. وفعلا كما يقال، وراء كل رجل ناجح امرأة. إذا كان يحسبني الناس رجل ناجح، وهل تغار زوجتك من معجبينك؟ لا، فهي عاقلة جدا وتعرفني جدا، وليها دور كبير جدا في حياتي. حياة أسرة النجم كثيرا ما تكون مقيدة. كيف تتعامل أسرتك مع نجوميتك؟ هذه ضريبة الشهرة، وهم مظلومين معايا. وعندما نكون معا في مكان عام، لا يقدرون على الاستمتاع بالوقت معي، وأكمل ضاحكا، أحيانا بيطلبوا مني أبتعد عنهم ويقولون لي: بابا روح بعيد وبعد كده نتقابل، حتى يتاح لهم الاستمتاع بوقتهم. ما أغرب موقف تعرضت له وأنت بصحبتهم؟ كنا في إحدى الدول العربية ونزلنا مع بعض للعشاء، وكان من المفترض أن يكون الوقت الذي سنمضيه معا هو 5 ساعات، ولم نجلس معا سوى نصف ساعة، وبقية الوقت أمضيته في التقاط الصور مع المعجبين. كالكثير من أولاد المشاهير، دخل ابن الفنان محمد سعد عالم التمثيل والسينما حين شارك والده في واحد من أهم أعماله، حيث شارك الطفل نور والده في مسلسل شمس الأنصارية، والذي عرض في رمضان 2013، حيث قام بدور الطفل شمس الأنصاري. أكيد أنتوا فاكرينه طبعا. النقاد والجمهور أعجبوا بأداء نور بشدة، الذي قام به بإتقان كبير في أول ظهور له أمام الكاميرا. وعلى الرغم من أن الدور تميز بصعوبة شديدة، استطاع نور تقديمه بحرفية عالية. فما مدى الشبه بين نور وأبيه؟ وهل سيأخذ نور مكان والده في الكوميديا؟ شاركونا في التعليقات. لو أعجبكم الفيديو، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم، قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.